الوان الباودر الشقلام اللي رجعت توفرت. الوان الباودر الشقلام اللي هو يصير قوامه حلو زيتي، يصير كريم باودر، تغطيه مالته حلوه ويناسب جميع انواع البشره، جافه عاديه مختلطه، تغطيته حلوه وناعم وما يخطط وما يتشولح وما يمولح. بس انت قبله شوي خلي كريم اساس، خلي مرطب، خلي واقي. راح نجيكم على التدرجات مالته وشوفي انت بشرتك يا لون اخذه من عده. هذا رقم 5 يكون ابيض، رقم 5 يكون ابيض. اما هنا عندنا رقم 1 ابيض على وردي، رقم 1 ابيض على وردي، وهذا بشره بيضه كلش. رقم 2 بشره كلش بيضه، فانت تختار الرقم من الفيديو. بشره سمراء رقم 3، وهذا صار رقم 8. ايش دعوه رقم 8 مسويته؟ هذا هم بشره سمراء. وقف الفيديو والتقطي له صوره وخلي اشاره على الباودر اللي تردي. سعره 20.